السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما قد مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تطبيق خلفيه المياه او خلفيه الماء، يعني تحول شاشه هاتفك، تحول شاشه خلفيه هاتفك الى مياه متحركه، كل ما تلمس على الشاشه فيطلع موج مثل امواج. فتطبيق جدا رهيب، طبعا رابط التطبيق بتحصله في وصف الفيديو. طريقة تحميل التطبيق جدا سهل، كل ما عليك انك تدخل على رابط اسفل الفيديو في الوصف. بعد ما تدخل على رابط بيديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع التحميل وتحمل التطبيق بالطريقة العادية. بعد التحميل والتثبيت، ناس ما يشوفون هذا هو التطبيق على سطح المكتب. الحين نفتح التطبيق حتى اشرح لكم. اول ما تفتح التطبيق بيكون بهذا الواجهة، اوكي؟ اضغط على اول خيار، ناس ما يشوفوا اول خيار على اليسار. بعد ما تضغط على اول خيار على اليسار بيفتح لك هذا النافذ، اضغط على التطبيق حتى تطبق هذا الخلفيه على شاشه هاتفك. تضغط على التطبيق، ما تضغط على التطبيق خلاص كذا انت حولت شاشه هاتفك الى مياه متحركه. الناس ما يشوفون عند اللمس على شاشه هاتفك، الناس ما يشوفون عند اللمس على شاشه هاتفك المياه يتحرك. الحين في خيار ثاني انك تقدر تغير خلفيه، تقدر تغير خلفيه الخلفيات المتحركه، يعني مياه متحركه خلفيه ثانيه. اضغط على هذا الخيار، ناس ما تشوفون هذا الخيار عندك هنا. اضغط على باك جراوند، ناس ما تشوفون هذا الخيار باك جراوند. هنا عندك 8 خلفيات مختلفه، اوكي؟ نختار مثلا الخلفيه الثانيه. بعد ما تختار الثانيه، ناس ما تشوفون هذا الخلفيه الثانيه. الحين نختار الخلفيه الثالثه، ناس ما تشوفون الخلفيه الثالثه. كل خلفيه لها ميزه او شكل مختلف، اوكي؟ نروح نجرب الخلفيه الرابعه، ناس ما تشوفون الخلفيه الرابعه، ناس ما تشوفون الخلفيه الرابعه. هذا كل 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 خلفيه لها خلفيه مختلفه. نختار خلفيه الخامسه، ناس ما تشوفون شيء خرافي يا شباب. نختار خلفيه السادسه، ناس ما تشوفون. نختار الخلفيه السابعه، ناس ما تشوفون. الحين الخلفيه الاخيره، نجرب الخلفيه الاخيره والاخيره، ناس ما تشوفون يا شباب شيء خرافي. ناس ما تشوفون خلفيه المياه يعني كانها حقيقيه واقعيه في هاتفك. اول ما تضغط عليه كان الماء مثل موج. وبس هذا هو التطبيق، تطبيق جدا رهيب، انصحك بتعميل هذا التطبيق وتثبيته على جهازك. بس هذا الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه واكتب عليك واشترك في القناه. ومع السلامه.